الأستاذ صباح والأستاذ عماد والخوات وجميع أهالي الطالبات للمجيء لهذا الاحتفال للطالبات المتفوقات. الأخ العزيز الدكتور عماد ناجي المشرف الاختصاصي المحترم، الأخوة الأعزاء الضيوف، السد لقاء مديرة ثانوية شعاع المعرفة للبنات، الأخوات المدرسات، الحضور الكرام، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي هذا اليوم أن أقف أمامكم وهي هذه المحطة الخامسة من المدارس التي كرمت الطالبات المتفوقات التي حصلنا على الإعفاء العام، وهذا فخر لكم ولعوائلكم، ويجب أن يقتدي بكم باقي الطالبات. ننقل لكم تحيات الدكتور ناصر حسين علي الدين من عام تربية الأنبار، ويشكر العوائل على هذا التفوق الذي حصلت عليه الطالبات، وإن دل على شيء دل على التفاني ويعني متابعة من قبل ولي الأمر والأم والأهل لهذه الطالبات، ونطلب من باقي الطالبات أن يحذوا حذو هذه الطالبات المتفوقات، وهذا فخر أيضا لمدرساتكم الذي يعني لهم الدور الأكبر، والمدرسين موجودين أيضا حتى ما نبخل حق أحد. كان لنا محطة في متوسطة القادية البنين وفي إعدادية القادية البنات وفي ثانوية الخلفاء البنين، واليوم محطتنا في شعاع المعرفة البنات. بالرغم من كل المشاكل التي لدينا، حضراتكم تعرفون احنا الآن في مقابلة لكل المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والموظفين اللي ثبتهم الملاك الدائم، ولكن أثرنا على نفسنا الدكتور عماد والموظفين في التربية إلا أن نحضر في هذه الاحتفالية دعما منا إلى إدارة المدرسة والمدرسات وللطالبات المتفوقات اللي لهم حق علينا أنه احنا نحضر وياهم ونكرمهم، متمنيا لكم الموفقية والنجاح. تعبنا واجتهدنا وعلى القمة صعدنا، سهرنا هالليالي رفعنا راس. المديرة الفاضلة، الأساتذة الموقرون، ضيوفنا الأعزاء والآباء والأفاضل، أما بعد، بدايتي أوجه شكري وتقديري لجميع الحاضرين، وتتقدم إدارة المدرسة والمعلمين بها إلى تقديم الشكر والترحيب لضيوفنا الأعزاء. نحن نجتمع اليوم في هذا المكان المبجل لنحتفل سوية بالمتفوقات التي جاهدن وصبرن وتحدين كل الصعوبات واستطاع عنا تحقيق أعلى الدرجات ليصبحن مثلا أعلى بين صديقاتهن، وتقديرا لجهودهن طوال فترة العام الدراسي. فقد نظمنا هذا الحفل المتواضع ليكون خير دليلا على فخرنا واعتزازنا بمثل هذا النماذج المتميزة، وتشجيعا منا للطالبات الأخيرات الأخريات ليخطون لنفس الخطى لتوضع أسماءهن بجوار صديقاتهن في لوحة الشرف. ولا نستطيع أن ننسى أو ننكر الدور الهائل الذي قام الأساتذة الأفاضل الموقرون تحت أشراف المديرة المبجلة. اليوم نحن نحتفل بنخبة من الطالبات المتفوقات، ولتتفضل مديرة المدرسة ست لقاء شاكر عزيز بتكريمهن مشكورا. مع طالبين شروق مهند فاضل الثاني على المدرسة. الثاني ماريا قاسم حواس. الطالبة الثالثة فرح عامر فواز. تعبنا واجتهدنا وعلى القمة صعدنا، سهرنا هالليالي رفعنا راس أهلنا. كل واحد طموحة فوق يعلي روحة، نجحنا ونحمد الله ما ضيع تعبنا. فضل الله والدعاء الوالدين، النتائج هون التعب السنين. ناجحين احنا يا عالم ناجحين، ما يسعنا الكون من قد الفراغ، ما يسعنا الكون من قد الفراغ. في ذكريات الشلة ما ظنها تغيب عن البال، وكل شي راح يظل قريب. اوف يا ضحكتنا كانت شي عجيب، ما يسعنا الكون من قد الفراغ.
تشوف سلامة أخوتك ماما غير هاي هسه أم شوف هي قبلها تفرح إن شاء الله. عشنا أيام حلوة أصحاب الطعم أخوة شما يقوى التحدي إرادة عدنا تقوى أسسنا حلمنا وردنا من علمنا شي يخدم وطننا وطننا غالي هو بوجه أبيض طلعنا وكل خير بنا باكر هالوطن أحلى يصير راح نبقى نكافح احنا للأخير وما يسعنا الكون من قد الفراغ ما يسعنا الكون من قد الفراغ حقنا بالإنجاز نفخر شي أكيد وراح نبقى نواكب بكل شي جديد يسعى والإصرار بينا يظل يزيد ما يسعنا الكون من قد الفراغ عدنا همة صبرنا كان نعمة صعدنا على النجمة حققنا حلمنا يلا يا صحابي تعالوا نحتفل صعب راح وبقى بس سهل إن شاء الله للأبد التم الشمل كنا صح هواي بس من فرد روح كنا صح هواي بس من فرد روح وإن شاء الله ما ننسى كل الذكريات وياكم اللحظة ترى تعاد الحياة ربي تتحقق كل الأمنيات ما يسعنا الكون من قد الفراغ محمد رياض من مدرسة شيعة المعرفة أحب إنه أشكر المديرة ست لقاء والمدرسة وكادر المدرسة فأشكر إنه أحب أشكر مدرسات اللي تعبوا ويانا لحد هاي الفترة إنه خلونا نوصل هذا الإعفاء ومجهودهم إلنا وصلنا للإعفاء الرئيدة طبعا ذلك بفضل دعاء الأم والأب والأم من أبطال ماريا قاسم حصلت معدل 98.75 وأشكر هذا المدرسة والشرطة ومدير التربية أستاذ صباح فرحان وأشكر جهود كل من حضر على حفلة مالتنا وأشكر الكادر كله طالبة سبع طارق علي خلاص من إعفاء عام معدلي 99.75 أشكر الكادرين والستة على التفوق والاستنانة على الرعاية المرحلة تعبنا واجتهدنا وعلى القمة صعدنا سهرنا هالليالي رف